مساكم الله بالخير. اليوم أنا عندي تغطية لشركة عمانية موجودة خلف مركز الحارثي أو مجمع الحارثي، متخصصة بأغراض المطابخ الصناعية. كل ما يتعلق بالمطابخ موجود عندهم. أصحاب المحلات، الشباب العمانيين اللي بيفتحوا مشروع مطعم، الفنادق اللي يبون تجهيزات المطبخ عندهم، تعالوا هني. ماركات من كل دول العالم موجودة في مكان واحد. والجميل أن بعض القطع تصنع في مصنعهم في المسفاة، يأخذوا قياسات ويصنعوا لكم بعض من القطع اللي تحتاجونها في مشاريعكم. تعالوا الحين نتعرف على كل ما موجود في هالمشروع. الموقع هذا مجمع الحارثي ومركز سلطان، هم في الخلف في العمارات اللي مثل بعض كنز العالمية للمشاريع. الثلاجات، الأفران، الطباخات، الأغراض، كل ما تحتاجونه لمطابخكم، مالة الشاورما، كل حاجة تبونها موجودة هني عندهم، وعلى حسب الطلب اللي تبوه. الشلفات، المغاسل، الأرفف، هذه كلها على حسب القياس يصنعوا لكم في مصنعهم اللي موجود في المسفاة على حسب المقاسات والطلب اللي تبونه. أنواع شوايات الشاورما حتى الكهربائية عندهم. هذول المسخنات، الثلاجات اللي يسخنن أيضا عندهم. الثلاجات بأنواعها، غسالات الصحون والأكواب، مكينة تشباتي، تشباتي ماشين، الطباخات والشغل مال تشيبس، ما تشيبس، كل الأحجام عندهم. هذول المكاسر، العجانات، أصحاب المراجل، هذا عندكم أحجام مختلفة. هذول الكبتات وعليها ضمان 10 سنوات، حتى أصحاب المنازل يقدروا يطلبون ويعملون في منازلهم. وعندهم ثلاجات على حسب التصميم اللي تباه، حتى لو بغيتها بالزجاج يعملوا لك. أيضا الأفران موجودة عندهم، هذا يسمونه الفرن الذكي، إيطالي وتركي على حسب ما أنت تبي. مكينة الثلج وعندهم منها أحجام، تركيش كوفي على الرمل، والكماليات اللي يحتاج لها كل مطعم، كل شيء موجود عندهم. حط لكم الحين فيديو للورشة في المسفاة وهم يشتغلون في المصنع للطلبيات اللي انتوا راح تطلبونها من هذه الشركة. شوفوا الفيديو. خصم 10% لمدة أسبوع كامل. إخواننا الشباب العمانيين اللي بيفتحوا مشروع مطاعم استفيدوا، حلو، يعني الحاجة اللي بألف راح يطيح منها 100 ريال، واللي بيشتري ب10,000 راح يطيح منها 1,000 ريال، فاستفيدوا من الخصم لمدة أسبوع كامل. ارفع الشاشة يوديك حسابهم بالإنستغرام، وهذه أرقام الهواتف لأي استفسار، بس تعال تعال اتصل فيهم وشوف الأغراض والأدوات اللي عندهم. ما عندهم صيني، كل شيء كواليتي.